بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي، رسالة لك: خطوة إلى الجنة، ما أعظمها بشارة، وما أجملها عبارة، وما أروعها إشارة. اسمع، يقول صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. اجعلها مرة ليلا ونهارا، تجد الأمن والسعادة والأجر والرحمة.